عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة رجا كيتشن. غادي نقدم لكم بسبوسة بالكريمة، كتجي رائعة شكلا ومذاقا. ما نطولش عليكم وخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. نحتاجو جوج بيضات، وهنحتاجو فانيا، وهنحتاجو نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال السكر حبيبات، وهنحتاجو كاس ديال السميد الرقيق، السميدة اللي كنحتاجو للحرشة، وغنحتاجو الكاس ديال الكوك، وغنحتاجو معلقه صغيره ديال بيكن باودر اي ما يعادل خماره واحده. ندوزو لطريقه التحضير. نبداو على بركه الله. نستعملو الفاني، نديرو واحد رشة ملح، نضيفو الزيت، نضيفو السكر، من بعد نضيفو الحليب، نضيفو الكوك، نضيفو واحد الملعقة صغيرة ديال بيكنج باودر، كيف ما كتشوفوا معايا اول خليط ديالنا بدا كيتقال. ندوز على بركة الله مقادير الكريمة. غادي نحتاج واحد كاس كبير ديال الحليب، وغنحتاج هنا الجبن. هنا انا عندي في لاضيفيا، يمكن لكم تعوضوا باي جبن متوفر عندكم اولا بيوغورت بيرلي. غادي نحتاج هنا مايزينا واحد ملعقة كبيرة ممتلئة جيدا، وهنايا غادي نحتاج الماء الزهر اختياري اللي ما متوفرش عنده، يمكن ليه ما يضيفوش. وكذلك غادي نحتاجو السكر حبيبات واحد الملعقة كبيرة، نسيت ما ذكرتهاش في المقادير. صافي، هنا غادي ناخدو واحد كاسرول، غادي نضيفو فيها المكونات، نضيفو الحليب، غادي نضيفو نشا الذرة واحد الملعقة كبيرة ممتلئة جيدا، كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد غادي نضيف ملعقه كبيره ديال السكر حبيبات،
وغادي نخلي الجبن حتى الاخير. صافي غادي نخلط الكل جيدا حتى تذوب لينا ديك نشا الذره في الحليب وهو بارد. صافي ونديرو فوق البوطه حتى يعق لينا الخليط. هنا غادي نضيفو ماء الزهر كيف ما قلت لكم اختياري، ولكن كيعطي واحد المذاق وواحد الرائحه رائعه جدا. صافي هنا بعد ما عقد لي الخليط غادي نضيف فرماج فيلاديفيا او جبن فيلاديفيا. واحد ملعقة كبيرة ونصف كما كتشوفوا معايا. ونحرك جيدا حتى ينسج مني هذاك الفرماج مع الخليط. صافي كيولي عندنا الخليط على شكل كريمي. غادي نضيفوه البسبوسه ديالنا كيجي رائع جدا. هاد البسبوسه كتجي فنه بزاف، كتجي هشيشه وكتجي واحد المذاق فيها رائع جدا وسهله التحضير. هناخدو الخليط ديالنا غادي نعملوه بحال هكا. هنا كيف ما كتشوفوا معايا درت هنا الكريمه على شكل خطوط وزوقت باللوز، وهنا غادي ندخلها الفران. وهنا البسبوسه ديالي بعد ما خرجت من الفران كيف ما كتشوفوا كتجي هشيشه. هنا غادي نسقيها بالعسل، وراكم الاختيار بغيتوا تسقوها بالسيرو سقيوها، انا عندي هنا العسل غادي نسقيها به. هاد البسبوسه كتجي فنه بزاف، غير جربوها ما غاديش تندموا عليها. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو تخليوا لي التعاليق ديالكم وتقولوا لي كيفاش جاكم الفيديو. وكنتمنى يا ربي يلقاكم هاد الفيديو بصحه وعافيه. لكنتو اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك سبسكرايب وتفعيل الجرس وللتواصل معي. غادي نخلي لكم روابط مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام. شكرا لكم بزاف على التتبع، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.